جيفان، على الغداء رح يحطوا أصناف كتيرة، لهيك هدي حالك شوي. فهمنا الدرس بقى. أنا ورافي ما رح نخجليك، شبعانين ببيت أهلنا، بعدين هني ما رح يعرفوا إنه نحنا ما عنا أي شي ناكله بالمرة. طيب ماشي. وإنتي لا تضلي عم تبتسمي هيك طول الوقت وبدون أي سبب، سمعتي؟ تقلي شوي. سكتي. صحيح كانت تقولي لي اجينا لهون لحتى نحكي عن زواج مهيك ولا عن زواج مانسي؟ انت بدك ياهن يفكرون عائلة مجانين يعني؟ مرت عمي بترجاكي اهدي شوي، كل الأمور تمام، امشوا. ما كان فيك تخليني هال تحط لك مكياج شوي؟ ليش؟ شو هاد؟ مهيك انت رح تتزوجي من عائلة غنية، بتمنى من قلبي إنك ما تنسي بيتك الصغير وأهلك يلي من عائلة بسيطة. مرت عمي خليني أوضح لك شغلة مهمة، أنتو جزء ما بيتجزأ من حياتي، وأنا مستحيل أنسى الناس الغالين علي. شو بكون؟ هلا مو وقت تكوني حساسة بنوب، هذا الوقت بس للمشاعر الحلوة، طلعي لفوق. يلا جايين جايين. شكرا. تفضلوا. اهلا وسهلا. مساء الخير. شرفتونا. مرحبا. اهلا وسهلا. مرحبا، كيفكم؟ وسهلا، شرفتونا، مبروك. شوريا صار سهركم المستقبلي. مهيك بدي أقول أنتي طالعة حلوة كتير، شفتك بحفلة قبل هالمرة بس بوقتها دخلتي من فوق الحيط، واليوم فتي من الباب. أوه، نسيت أعرفكن على حالي، أنا شويت لانا. أهلين. خالة شوريا. أنا بعرف إني ببين صبية صغيرة، تعي ليتعرفوا عليكي، هاد أبولا شوريا. مرحبا. وهي مرت ابن عمه شروتي، هي عمة شوريا وعم شوريا. مرحبا. ماما شو اللي صاير لخالتي اليوم؟ قصدي هي ما بتنبسط إلا وقت زوجها يرجع على البيت من السجن، صح؟ أنت شو قصتك ابني؟ عطول بيكون عندك مشكلة وقت هي بتزعجك، واليوم وقت هي عم بتعامل بتحماك بكل لطافة بتشك فيها. وحضرتك وين زوجي؟ هو ببلاد برا. برات البلد. ايه صح، بولايات تيهار المتحدة. طيب تفضلوا، يلا خدوا راحتكم. حبيبي شوريا، انتوا ليش جايين معنا؟ انا قصدي نحن الكبار منتولى الموضوع، انتوا اكيد رح تملوا. روح ورجي ما هيك على المكان، وخدها كمان لبرا شوي واحكوا قد ما بدكم. أصلاً هذا الوقت يلي بتقدروا فيه تحكوا لحالكم. إيه فيكن تروحوا، إيه يعني فيكن تتعرفوا على بعضكم أكتر شوي. إيه
لازم العيلتين يتعرفوا على بعضهم منيح، مو مزبوط كلامي؟ وإذا بتضلوا اتنيناتكم هون نحن رح ننحرج قدامكم، ما هيك؟ يلا. تفضلوا تفضلوا. شكرا. حبيبتي شروتي، رجاء لوين رايحة؟ أنا قصدي فيكي تساعديني لحتى نهتم بالضيوف؟ ليكي لقلك روحي هلأ وشوفي إذا جاهز الكبهب، وتأكدي إنه ما يكون فيهن عظم. على فكرة هالمكان كتير كبير، بس مع هيك ما بيعيش فيه غير 10 أشخاص. مزبوط كلامك، ونحنا ما منشوف بعضنا إلا مرة بالأسبوع، بس بالنسبة إليك لا تخافي لأني رح شوفك كل يوم. متذكر هداك المكان شوريا؟ المكان اللي انت مسكتني فيه من ايدي وسحبتني بقوة، متذكر؟ ايه تذكرت. وانا بعتذر منك. से मिलाया है तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है और तेरे संग यारा खुश रंग बहारा मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा أستاذ، نحن في مرة شايفينك قبل هاي المرة أثناء الشغل بيوم اللي صار الاجتماع السنوي لرابطة تجار دلهي. عن جد؟ بجوز أنت ما بتتذكرنا لأنك بتشوف كتير عالم. بالمناسبة أنتو شو شغلكم؟ نحن بالملابس، نحن عنا محلين ألبسة بشاندي تشوك، بما أنه هو أكبر مني فهو مستلم المحل كبير وأنا مستلم المحل الصغير. شي حلو كتير. بالمناسبة ما منبيع فساتين الساري وبس، نحن منبيع تصاميم فساتين مميزة وبتجنن. أستاذ لازم هاي المرة نركز على موضوع تقليل فوائد الربح وتزيد المنافسة بمجال الملابس. صح. أنا رح أحط مقبلات لو سمحتي. أنا بساعدك مدام، خليني ساعدك فيهم شوي. لا مو مشكلة، أنتو ضيوفنا
ما نكون خدم. كنت عم امزح معك. وبعدين لازم نترك الخدم يشتغلوا شغلهم. عادي ارتاحي وانبسطي بوقتك. أبرا حط المقبلات. وهداك انت قولي. देखा हजारों दफा आपको फिर बेकरारी कैसी है संभाले संभलता नहीं ये दिल कुछ आप में बात ऐसी है ذكرتي هنيك وقعنا انا وانت على الطين مو هيك انت بدك تقولي تفضل. سمير اهتم بالضيوف واصحك تخليهم يحتاجوا اي شيء عنا اكيد يلا تفضل يلا ارتاح شكرا تفضل ليك انا بصراحه مو جاي على بالي خليها بعد شوي احسن هذا العصير كتير طيب طيب عن جد؟ ايه كتير تفضل شو رأيك فينا؟ حلوين ما هيك؟ انت بدك تقول كيف طالع شكل اكتر شاب مثقف بكل العالم وصاحب المؤهلات مع بنت سمينة كتير ومن عائلة بسيطة انا بعتذر على هالشي ما كنت بعرفك منيح لسه عن جد انا اسف انسي كل اللي صار بالماضي مستحيل انسى ورح ضل اتذكر هذا الشي طول عمري وخاصة لما نتخانق بعد الزواج
هاي مو أول مرة بتوقعي بالمي، بدك تنتبهي على تصرفاتك. لا تخافي مهيك، نحن ما رح نتخانق هالمرة. بس حس إنه رح نبلش نتخانق، رح أقربك مني مثل ما عملت هلا، وساعتها فوراً رح نهدى. انتي مو اسرع مني يا مهيك شوري يا كنا، انا كل يوم الصبح بنزل بركض. بسيطة معلش. انت ليش رايح بكير كتير استاذ؟ لسه ما خلصت الحفلة. لا انبسطوا انتو مع بعض. سمير. نعم. جيب شاي للضيوف بسرعة. طيب. لا سمير بلاها ما بدنا، ما في داعي ابدا تجيب شيء، ما بعرف حاسس حالي اني تعبان شوي وبدي اروح على البيت. بعدين صرنا زمان هون تاخرنا بهالزياره لازم نمشي. هات بيتك كمان لا تاكل هم. انا رح اروح لعنده نشوف شو بك، خليهم ينبسطوا سوا، بعدين اليوم نحن عنا احتفال. انتي ما اكلتي شي لسه؟ دقيقة أبرا حط الاكل هون. تفضلي كلي. شوي هالأكل مو نباتي. شو هذا يعني؟ هاد سمك مقلي ويلي أكلتي هلأ هو لحمي. وين اللحمة؟ ليكو من هنيك. أنا بعتذر كتير، ما كنت بعرف إنه هن نباتيين وإنتي ما قلتي لي. مو مشكلة، بسيطة. أنا بهداك اليوم حطيت إيدي بإيد ستيك، وهلأ صار دور أمسك إيدك. تقبلي تتزوجيني مهيك؟ بتوافقي إنك تغيري اسمك لمدام مهيك شوريا كنا؟ وشو هاد كمان؟ كتبت شوية شعر. من دونك أنتِ
يا حبيبتي الحلوة، لم يكن لحياتي معنى على الإطلاق. ينقصني شيء بدونك يا حبيبتي. أنا أتجول بلا هدف بالحياة، بدون أي شيء أتطلع إليه وأتمناه. عندما تكونين معي أنا أقضي أمسياتي وأنا أنظر إلى عينيك الجميلتين. عندما تكونين بعيدة أنا أقضي أمسياتي وحيدا، ولا أستطيع النوم أبدا بسبب القلق. أتمنى أن أكمل حياتي بجانبك لأنني أحبك يا حبيبتي. أنت كتبت هالحكي؟ لا، جبته من على الإنترنت. الكلب الحلو ما أحلاك. بعتذر استاذ، هي غلطتي. مو مشكلة، فيك تروح. شو رأيك؟ هذا رح يكون الشاهد على خطبتنا أنا وياك، وإذا بتفكر إنك تتركني هو رح يوقف معي. معناتها هذا الكلب رح يضل معي أنا، ونحن الاثنين رح ننتظرك لوقت تجي لهون وتصيري مرتي. شو رأيك نسميه اسم؟ قول. منسميه بندورة. كيفك يا بندورة؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.